مرة بعاثِ الحركة الانعتاقية إيرا صباح اليوم مؤتمرا صحفيا قررت فيه طرد المتحدث الإعلامي باسم الحركة الدكتور سعد ولوليد من الحركة. ونفت الحركة خلال مؤتمرها الصحفي أن يكون ولوليد قد شغل منصب نائب رئيسها. وأوضحت الحركة غير المرخصة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بنواكشوط أن مواقف ولوليد التي أدلى بها مؤخرا عبر وسائل الإعلام تتناقض مع مبادئ وتوجهات حركة إيرا التي هي مصدر قوتها وفق تعبيرهم. ومعنا هنا في الاستديو للوقوف على حيثية الموضوع يعقوب اليعقوب، عضو المكتب التنفيذي بحركة إيرا. نرحب بك بداية أستاذ يعقوب. إذا دعني أسألك، يعني حديث من قبل الحركة في المؤتمر الصحفي بعد طرد الدكتور سعد ولوليد عن أن السبب الرئيسي هو عدم التزام الرجل بالخط النضالي للحركة وبالخطاب العام لها. الرجل في عديد خرجاته لم يخرج عن الخط العام للنضال لنضال حركة إيرا إلا فيما يتعلق بحديثه عن التبعية للزنوج داخل الحركة. هل يعني هذا بأن الحركة الآن بدأت تتبع التبعية التامة للزنوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ بدء، أود أن أشكر الوطنية على هذه السانحة، ومن خلالها وجه تحية إلى كافة المناضلين والمناضلات في حركة انبعاث الحركة الانعتاقية. وأريد أن أوضح قليلا بأن هذه النقطة الصحفية التي عقدتها إيرا لم تكن مخصصة لما يتعلق بالسعد والوليد، بل كانت في البرمجة أصلا، وموضوعها هو أن إيرا تنوي بإذن الله تعالى تسير قافلة تجوب بعض الولايات، تبدأ من سيلبابي وتنتهي في بوغي. طبعا سنأتي على قضية القافلة في حديثنا هذا، لكن بداية البيان الذي صدر والذي تحدث عن الطرد المباشر للدكتور، السؤال الذي طرحت عليه. نعم، السؤال هو أننا نحن في حركة إيرا لنا خط عام ولا بد لكل أحد أن يلتزمه وأن يسلكه. فالسعد والوليد الزميل بالمناضل الذي قدم الكثير في إطار عمله في حركة انبعاث الحركة الانعتاقية، ونحن لا ننكر ذلك، لا عليه ولا على أي أحد ثاني قدم أي عمل. لكن مؤتمر قبل هذا المؤتمر كان فيه السعد الوليد هو الناطق الرسمي باسم الحركة، وأخذت منه تلك الصفة، وهذه كانت إشارة إليه لأن يلتزم بالخط العادي والعام. ما معنى الخط العام والعادي لحركة إيرا؟ الرجل لم يخرج عن الخط العام ولا عن الخطاب العام لحركة إيرا إلا فيما يتعلق بحديثه عن تبعية الحركة للزنوج. هل بيانكم اليوم يؤكد بأن فعلا الحركة بدأت تتجه اتجاه آخر، ربما تتبع فيه يعني تبعية تامة لما يسمى بالزنوج؟ الخط الذي خرج عن الخط والتزم به أحيلك إلى الصحابي، إلى زميلك الصحابي، زميلك الذي أجرى المقابلة الأخيرة نفسه طرح عليه السؤال، قال له هذا ليس السعد كما نعلمه، ليس السعد الهائج، ليس السعد الثائر. لكن أنا أحترم للسعد ولغير السعد مواقفه، والمواقف تتبدل وتتغير، ولكل الحق فيما آل إليه. لكن أريد أن أقول لك أنت ولغيرك بأن إيران لن تكون تابعة لا للزنوج ولا للبيضان، وإذا كانت من الممكن أن تتبع لأحد لتبعت للبيضان. ولماذا؟ لأن كل وسائل القوة وكل الوسائل البيضان يمتلكها، لكن لم يستطيعوا أن يروضوا أسود إيرا، لأنهم في الحقيقة خطهم ذاك الخط الجامح، ذاك الخط الراديكالي، لكن الخط الملتزم بالحقيقة. ونحن عندنا في مصطلحاتنا الخاصة بأن الحقيقة تقال ولو كانت مهما كانت. نحن لا أبدا لا ننافق، إذا ما أردنا أن نقول هذا ظلم فمعناه هذا ظلم، إذا أردنا أن نقول هذه عبودية فهذه عبودية. نحن أبدا لا نساوي في خطنا الراديكالي أبدا.
إذا كان عندك مشكلة. جميل. أنتم تأخذون على الرجل ما وصفته الآن، وحلتني إلى زميلي كما قلت بأنه لم يعد السعد الهائج ولم يعد السعد الثائر. لا يعتبر السعد الآن هائجا وثائرا حين يرفض التبعية للزنوج داخل حركة يرى ويرفع شعارات تطالب بعودة الحركة إلى خطها الحقيقي. دعنا من هذا الموضوع، ربما سنأتي عليه في برامج تسع هذا يعني هذا الحديث. دعنا ننتقل إلى قضية النقطة الثانية نحن في نشرة الآن. دعني أسألك عن القافلة التي تحدثتم في المؤتمر الصحفي عن تسييرها، ما طبيعة هذه القافلة وهل هو نوع من الاصطدام المفتعل مع النظام ومع الأجهزة الأمنية مرة لا أبدا. نحن لا نريد الاصطدام لا مع النظام لا مع الأجهزة الأمنية لا مع المجتمع. نحن نريد فقط أن نثبت للكل بأننا نحن نذرنا أنفسنا للنضال في هذه القضية، وهذه قافلة مثل القافلة التي سبقتها. هذه قافلة مهمتها هي العبودية العقارية، والعبودية العقارية حق قائم كل حد يراعي فيه. وهذه القافلة التي تقول إن شاء الله بإذن الله تعالى من تطلق من سيلي بابي وتنتهي بوقي، وهذا عنده معنى لأن هذه المنطقة هي أساسا المنطقة الخصبة المنطقة الزراعية، وذيك اللي سابقتها جات على المنطقة الزراعية اللي في منطقة الترابزة، وفي كل هذه المناطق فيها العبودية العقارية. فعلى سبيل المثال في 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 باركيول في بولحراث نحن عندنا 2 من النشطاء محبسين لهم شهر ما هو على شيء إلا أنه متنفذ قبل منهم حريتهم اللي ورثوها عن أبائهم، أبائهم اللي عدلوا هذا وحده. هذه القافلة هم اللي نحن هي بإذن الله تعالى نوجه الجهات المعنية طلب بترخيصها، ترخيصها بطبيعة الحال نوجه لهم طلب، وداعي لها السلك الدبلوماسي، وداعي لها كافة الجمعيات المدنية بدون استثناء، وراه حد استثناء راسه وابا يسوعينا كوري ويسوعينا بيضاني يعني احنا بعد داعينهم داعينهم كامل، وشركائنا اللي في الخارج داعينهم للمساهمة دافتنا إلى السلك الدبلوماسي والأحزاب السياسية بدون استثناء. نحن ذا العمل نعدلوه للوطن كامل، نعدلوه الملاك العبي أولا وللعبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونحن نرى أن إذا استطعنا أن نحرر هؤلاء من عقدة التملك وعقدة الجبروت وعقدة التكبر نكون قد قدمنا لهم خدمة جليلة في الدنيا والآخرة. إذن لم يبقى لي إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إليك أستاذ يعقوب اليعقوب العضو المكتب التنفيذي لحركة إيرا، كنت ضيفا معي في مسائيتنا لهذا اليوم. أشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة والحضور معنا. نشرتنا مستمرة من قناة الوطنية، لكن بعد